يقول تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مصحف؟ لا، عندما يقال أول هل كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مصحف، هو أي قطعة يكتب عليها القرآن تعامل معاملة المصحف، أي ورقة يكتب عليها القرآن تعامل معاملة المصحف، إذا لم يكن فيها إلا القرآن، ليس تفسيرا وإنما فقط قرآن تعامل معاملة القرآن. نعم كان هناك اللخاف والجلود والسعف الذي يكتب عليه القرآن يعامل معاملة القرآن. أما تفسيرها لا يمسه إلا المطهرون، الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الله يتكلم عن الكتاب المكنون، فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهو الكتاب الذي في السماء الدنيا الذي في بيت العزة، هذا الذي لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هم الملائكة، وأما الناس فيقال لهم متطهرون وليس مطهرون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فنحن متطهرون ولسنا مطهرون، المطهرون الملائكة، فهنا لا يمسه إلا المطهرون المقصود الملائكة وليس نحن، كما في قول الله تبارك وتعالى في صحف منشرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وهم الملائكة المطهرة بأيدي السفرة اللي هم الملائكة، فالقصد أن لا يمس إلا المطهرون أي الكتاب المكنون الملائكة. لكن قال شيخ سام تيمية رحمه الله تعالى ويقاس عليه إذا كان الكتاب المكنون لا يمس إلا الملائكة الذين هم مطهرون، فكذلك الكتاب الذي هو في الدنيا القرآن الكريم أيضا لا يمس إلا المتطهر، يقول من باب القياس، والله أعلم.